وفي بيروت يروي الأب ريشار أبي صالح ما حصل ليلة الانفجار داخل كنيسة مارمارون، وذلك بعد أدائه والمصلين القداس الأول الذي تلى الليلة المشؤومة. وقد سأل بعض المؤمنين المغفرة لجميع المسؤولين عن الفاجعة التي ألمت بالعاصمة، بينما تساءل آخرون ما إذا كان بالإمكان مسامحتهم. هبنا حظا من دعاء كيف. 5 ثوان فقط من الكراهية كانت كفيلة لتدمير كل شيء. هكذا باختصار لخص الكاهن ريشار أبي صالح انفجار 4 أغسطس أثناء تواجده في كنيسة مارمارون في بيروت. كنت عم صلي وكنت ورا المذبح، بلشت تشوف أول شيء سقف ينزل علي، لأنه سقف قطران والرمل والأرميد والدنيا. كفيت، كان في شوية مؤمنين، بعدين طاروا الشبابيك، طار الفيتراي كله بالكنيسة. هون بلش استوعب شوي شو فيه شوي، لكن استوعبت نشروا البواب، 8 بواب بالكنيسة وفاتت الزوبعة، وهون كلنا يعني كنا على الأرض. ما حسينا بالحقيقة لو طاروا البواب كيف فاتت. 5 ثواني من الحقد ومن الدمار بكلفوا الناس سنين من الأعمار ومن ال... دايما الحقد بيعمل ضجة. وبعد أول قداس منذ ذلك اليوم المشؤوم يطلبون المغفرة لأحيائهم ولضحايا الانفجار، بينما يتساءل آخرون هل من الممكن مسامحة الفاسدين؟ نحن لو ما عندنا إيمان بربنا ما بنجي على الكنيسة، وعم نجي نطلب من ربنا ما بعرف يسامحهم يسمحنا نحن أنه بعدنا ساكتين، ما غيرنا ببلدنا، مش عارف مين بدي سامح، إذا لازم سامح ولا لا. أنا كل الوقت بالقداس عم بقول لازم سامح ولا ما لازم سامح. وما بين المسامحة والصلوات يدعو لبنانيون إلى انتفاضة متواصلة لإسقاط الفاسدين وسط غضب شعبي فجره الانفجار.